اهلا وسهلا ابراهيم بيك. اهلين لطفي بيك. يا اهلا وسهلا. تفضل شرف. شكرا شكرا. كيف الصحة ان شاء الله تمام؟ ماشي الحال. امبارح وجعني ظهري شوي زيادة. يعني غير كل مرة. انت رحت على الدكتور قال عندي انقراص ويمكن احتاج عملية. لا 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 والله هي اخبار مو كويسة ابدا. الحقيقة نحن اكلنا وشربنا كله غلط، طريقة حياتنا كلها غلط. أنا برأيي ما تهمل هاي القصة. اسمع كلام الحكيم شو بيقول لك، بركي بتتفادى العملية. إن شاء الله الله يسمع منك. ولازم اسمع كلام الحكيم طبعاً. هلأ قل لي شو صار معك؟ شو قررت مشان زهير؟ الحقيقة أنا فكرت كثير وقررت. هلأ يمكن المرة الماضية لما جيت لعندك كنت شوي متوتر ومنفعل زيادة عن اللزوم. يمكن هالشي ما كان كتير مبين علي، بس الحقيقة أنا كنت كتير عم بغلي من جوا. أنا بعد ما حكيت معي أنت وحطيت كل الأمور قدامي على الطاولة ريحتني كتير، وهي كانت لفتة ذكية منك. أنا ما رح مرق له إياها هيك، لا أبدا، وخاصة بعد الشي اللي سواه مع أخي ومعي. هلا خلينا نلاقي طريقة نعمله فيها فركة أذنته ونقدمه، بس مو على الناعم. ماشي، بس بالمناسبة هو سلوكه ومشاكله تستاهل أكثر من فركة أذنه. أنا عملت عنه دراسة وعرفت أغلب قصصه ومشاكله، والشي اللي عمله معه نادر بيك مانو قليل، بس بيستاهل. بالمناسبة مبروك زواجه الجديد، مع انه ما انعزمت، بس الف مبروك. والله نحن عملناها كثير عبيه، يعني هيك اهلية بمحلية. الحق معك كان لازم نعزمك. ولا يهمك ابراهيم، مو مشكلة. المهم يعيشوا بخير وسعادة وسلام، وما بدنا شيء. المهم هلا بتنسالي موضوعه تماما لزهير. قريبا جدا رح تسمع شيء يرضيك ويرضيني انا كمان.